السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لينا فترة كبيرة ما بدأناش ولا دخلنا محاضرة مع بعض، ودي لظروف عندي، فإن شاء الله بإذن الله هناخد محاضرة النهاردة، ويبقى في محاضرة تاني وكده نكون استكفينا الدبلومة بتاعتنا، الجزء الأول من دبلومة مايكروسوفت أوفيس. طيب، ما كنا أخدنا الوورد والباوربوينت والإكسل والأكسس والأوتلوك وأساسيات الكمبيوتر والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، ده الجزء اللي إحنا أخدناه لحد الآن. محاضرة النهاردة هيبقى فيها جزء بسيط وجزء مراجعة، والمحاضرة اللي جاية نفس القصة، جزء جديد. طيب، الجزء اللي أنا هاخده دلوقتي في أساسيات الكمبيوتر. دلوقتي نفترض مثلا أنا عندي فجأة أنا كنت حاطط شاشة على سطح المكتب، ولقيت سطح المكتب اتحول تلقائي كده إلى شاشة سوداء. فحل مشكلة الشاشة السوداء دي إيه؟ بدخل على قائمة اسمها كنترول بانل. كنترول بانل وأروح أدور في كنترول بانل على النتورك أند إنترنت. نتورك أند إنترنت، وبعد كده بدخل على حاجة اسمها انترنت اوبشن او اعدادات الانترنت. طيب، ادور من فوق على كلمة اسمها كونتنت. كونتنت، وراح اقول له كلير اس اس ال ستيت بس، فبيقول لي الاس اس ال كاش ووز سكسس كلير، يعني بنجاح ان هو تم. ده لو لقيت مشكلة الشاشة السوداء على سطح مكتب، كنت عامل شاشة وما راح تتحول لشاشة سوداء. اروح على كنترول بانل، نتورك اند انترنت، انترنت اوبشن، ومنها اختار حاجة اسمها كونتنت واختار كلير اس اس ال. المشكلة التانية إن لو الجهاز عندي بطيء، جهاز بطيء عندي، أعمل إيه؟ عايز أسرع الجهاز، فبروح على كلمة اسمها زيس بي سي. زيس بي سي، هضغط كليك يمين على زيس بي سي، كليك يمين على زيس بي سي، وأقول له بروبرتيز أو خصائص. بروبرتيز أو خصائص. طيب، ادور في الخصائص على كلمة اسمها Advanced System Setting، واروح على زيس بي سي، اضغط كليك يمين واقول له بروبرتيز او خصائص، وادور في زيس بي سي على حاجة اسمها Advanced System Setting، اعدادات متقدمة للنظام. واتأكد من فوق ان انا مختار حاجة اسمها Advanced متقدم، Advanced، واروح على اول حاجة عندي اللي هو الاداء، Performance، الاداء، واختار منها السيتنج او الاعدادات. كويس خالص، هروح اختار الاختيار الثالث Adjust for best performance، يعني انا عايزك تديني افضل اداء ممكن. دي نفس القصة، بس لو جينا بصينا على تحت اهو، اقول له adjust for best performance، واقول له apply اللي هو تطبيق، ثم بعد كده ثم بعد كده اوكي، اقول له اوكي تاني. دي اول خطوة علشان اسرع الجهاز. بعد كده ادوس اختصارة ويندوز مع ار، ويندوز مع ار اهي، عشان يفتح معايا حاجة اسمها الرن. اروح اكتب داخل الرن temp، تي اي ام بي، تي اي ام بي، اقول له اوكي. كمية الملفات الكثيرة اللي عندي هي دي اللي مسجلة الجهاز معايا، اروح اعمل ايه؟ كنترول ايه، احددهم بالكامل، حدد كل ده بالكامل، وبعد كده احذفهم من الجهاز.
الشغل اللي انا بعمله مثلا ملفات الحاجات اللي انا بشتغلها وبقفلها والكلام ده، انا بفتكر مثلا انا دلوقتي اشتغلت على الوورد وقفلته، خلاص انا شايف ان هو انا قفلته. في بعض البرامج او بعض الاوامر بتكون لسه شغاله، انا بحاول اقفل كل ده اهو، تمسح كل الملفات الموجوده هنا عندك. في ملفات مش هتمسح ليه؟ لأن أنت أصلا فاتحها، مش هتمسح معايا. يبقى أول حاجة رحت على اس بي سي، بعد كده بروبرتيز، ورحت على ادفانسد سيستم سيتنج، ورحت على حاجة اسمها ادفانسد واخترت منها سيتنج، ورحت اخترت تالت حاجة اللي هي ادجاست فور بيست بيرفورمانس. برضو أروح على الرن تاني، بس المرة دي بدل ما اكتب تم بس احطها ما بين علامتين تنصيص، انا اسف، ما بين نسبة مئوية، احطها ما بين نسبة مئوية، ما بين نسبة مئوية. يبقى اول حاجة التمب اكتب التمب عادي بس، وبعد كده احطه ما بين نسبتين مئويتين، اقول له اوكي. برضه فتح معايا، لقيت ملفات كتيرة موجودة فيه، روح أعمل إيه؟ أروح أحددهم كلهم وأحذفهم. حلو خالص لحد الآن. طيب الحاجة التالتة اللي عايز أشرحها النهاردة، تعالوا كده نروح على قائمة ستارت، ونروح على الباور. إيه اللي ظهر معايا هنا؟ ريستارت، شت داون، هايبرنيت، سليب. شت داون بيعمل لي إغلاق للجهاز، ستارت إعادة التشغيل، وسليب يخلوه لي في وضع الثبوت أو وضع اللي هو النوم، اللي هو السكون، بسميه وضع السكون. طيب هايبر نت بيعمل لي اعاده، مش اعاده تشغيل، بيقفل لي الجهاز، اللي هي حاجه كده زي الشت داون، بيقفل الجهاز. بس فيها ميزه، اي حاجه سبتها مفتوحه قبل ما اقفل الجهاز، اول ما افتح الجهاز سنة هلاقيها مفتوحه زي ما هي، هلاقيها مفتوحه زي ما هي، لكن الشت داون مش هلاقيها مفتوحه. دي ميزه الهايبر نت. هايبرنت بيعمل لي حاجة كده برضو، زي تخلي الجهاز في وضع الثبات أو السكون. بس الميزة فيها إن أنا لو فتحت الجهاز سن، هلاقي أي حاجة أنا فتحها أو كنت فتحتها وسايبها شغالة أو قفلت الجهاز عليها، هلاقيها زي ما هي موجودة. ده هايبرنت. تعالوا كده ندخل على كليك يمين على سطح المكتب وأقول له display setting. بالديسبلاي سيتنج ادور في الجنب على حاجه اسمها الباور اند سليب. الباور اند سليب، شايفين دي علامه الباور اللي احنا شايفينها تحت، الباور اند سليب. وفي الباور اند سليب بدور على كلمه اسمها اديشنال باور سيتنج، اديشنال باور سيتنج. وبعد كده اروح اختار اول اختيار اللي هو choice what the power button does. choice what the power button does، واختار برضو من فوق، ماليش دعوه بده، ماليش دعوه باللي تحت، اختار من هنا حاجه اسمها change setting that are currently available. واخدين بالكم اهو؟ تعالوا كده نشيل علامه الصح مثلا من هايبرنت واقول له save واقول له سيف تشينج، حفظ التغيرات. تعالوا كده نروح على ستارت ونروح على الباور، شايفين اللي حصل؟ شل الهايبرنت، شل الهايبرنت.
أظهره تاني إزاي؟ خطوة خطوة، بروح على كليك يمين على سطح المكتب وأقول له display setting إعدادات الشاشة، وبروح على حاجة اسمها الباور أند سليب، وأروح على حاجة اسمها الأديشنال باور سيتنج، وأروح على تشويس وات ذا باور بوتن داز، من هنا حاجة اسمها change settings that are currently available، تغيير الإعدادات الحالية، وأروح أعلم علامة صح على هايبر نت وأقول له save change حفظ التغييرات، أروح على الباور تحت عليها ظهرت معايا. عليها ظهرت معايا كويس لحد الآن. طيب تعالوا كده ندخل على زيز بي سي، في حاجة من فوق أول ما أدخل على زيز بي سي اسمها درايف تولز، أول ما أدوس عليها أنا كنت شرحتها قبل كده بس هعمل إعادة سريعة عليها. عندك حاجة اسمها البيت لوكر، البيت لوكر بيعمل لي قفل أهو، قفل للدرايف أو القطاع، بيقفله لي بكلمة سر، أقول له بعد كده تيرن أون بيت لوكر، وأروح أعلم علامة صح على كلمة اسمها يوز باسورد تو درايف، وأروح أدخل هنا كلمة المرور وأكد هنا كلمة المرور وأقول له نكست نكست، بعد كده فينش. ده لو عايز أعمل كلمة مرور للدرايف أو القطاع. درايف تولز وأختار حاجة اسمها بيت لوكر. فورمات بيعمل لي بيمسح لي بيفضي لي الدرايف اللي أنا موجود فيه. إيجكت لو عندي فلاش عايز أشيلها بشيلها من إيجكت. قلنا شير بيعمل مشاركة لو عايز أشارك الملف دي، إيميل لو عايز أشاركه عن طريق الإيميل، الزد اي بي لو عايز اشاركه عن طريق ملف مضغوط. تمام، انا لو محدد ملف زي ده ورحت على قائمة هوم من فوق عندي كوبي بيعمل له نسخ، كت قص، وبيست اللي هو لصق. الموف تو بيساوي كت، موف تو معناها انتقال، يعني انا هبعته من مكان اشيله من مكان احطه في مكان تاني. كوبي تو هنسخه هعمل له عملية نسخ، ديليت هعزفه، رينيم اعادة التسمية، طيب نيو فولدر هنشئ مجلد جديد. طب لو جيت انا دلوقتي محدد الفولدر ده ودست على بروبرتيز ظهر معايا خصائص الفولدر، خصائص الفولدر. طيب لو دست على كلمة اسمها invert selection، invert selection الناس واخدة بالها انا محدد على ده اهو، invert selection هيعمل ايه؟ حدد كله ما عدا اللي انا محدده، حدد كله ما عدا اللي انا محدده. طب لو دوس سيلكت اول حدد كله من هوم واختار سيلكت اول، طب لو سيلكت نم شيل التحديد، طب لو واقف هنا ورحت على هوم قلت له اوبن هيفتح معايا الملف ده. طيب اختصارة النيو فولدر ايه؟ كنترول مع شيفت مع ان، اهو بيقول لي نيو فولدر كنترول زائد شيفت زائد ان، كنترول زائد شيفت زائد ان، دي فايل اللي خدناها قبل كده شرحناها. احنا على اوبشن هنا بيقول لي كليك ايتم، هروح على فايل بعد كده هختار اوبشن او اعدادات، فهنا بيقول لي انا لو عايز افتح فولدر احنا قلنا وظيفة كليك شمال التحديد، كليك يمين بيظهر معايا الخيارات. طيب انا عشان افتح فولدر او افتح اي حاجه زي ما اضغط عليها ضغطتين كليك شمال، طيب لو عايز افتحها بضغطه واحده اروح اختار من هنا سنجل كليك، سنجل كليك بيفتحها لي بضغطه واحده، سنجل كليك بيفتحها لي بضغطه واحده. طيب
دي كنا شرحناها برضو. حلو خالص، تعالوا كده ندخل على جزء كده في الإنترنت. طيب دلوقتي عشان ابحث مثلا، نتعلم دلوقتي شروط البحث او اساسيات البحث. دلوقتي لو جيت كتبت مثلا كمبيوتر زائد انترنت، دوست انتر، هتلاقيه بيبحث على الاتنين، كمبيوتر زائد انترنت. لو عايزين نبحث على حاجتين مع بعض في نفس اللحظة، الزائد من اسمها زائد، يعني الاتنين مع بعض، هتبحث على الاتنين مع بعض. طيب لو قلت له مثلا سكرين جرين برجر وعملت في النص ماينس، ايه معنى الكلام ده؟ انا عايز ابحث على كلمة جرين بس مرتبطة بايه؟ مرتبطة ببرجر. الكلمة انا ببحث على الكلمة الاولى، بس الكلمة الاولى اللي هي جرين دي مرتبطة بالبرجر. تعال كده ندوس انتر، اهو جاب لي ايه؟ جاب لي برجر لون اخضر. جرين برجر هو بيبحث على الكلمة الأولى بس المرتبطة بالكلمة التانية اللي هي برجر، أهي جرين برجر. لو جيت عملت علامتين تنصيص وقلت I use WhatsApp، انا كده حطيت الجملة بتاعتي ما بين علامتين تنصيص، ما بين علامتين تنصيص، ودوست انتر. كده هيبحث لي على ايه؟ طالما حطيتها ما بين علامتين تنصيص، هيبحث لي على كل المواقع اللي موجودة فيها الكلمة دي اللي فيها كلمة I use WhatsApp. ولو انا عايز ابحث في الانترنت على كل المواقع اللي فيها كلمة I use WhatsApp، اروح احطها ما بين علامتين تنصيص. الحاجة اللي هي محطوطة ما بين علامتين تنصيص معناها إن أنا عايزك تبحث لي على كل المواقع اللي موجودة فيها كلمة I use WhatsApp. طيب لو قلت مثلا eat or drink، طيب ايه معنى or اصلا؟ هنا بيبحث لك هنا كده بيبحث على ايه؟ كده بيبحث على كلمة eat، الحاجات اللي فيها eat، بس مش شرط تبحث لها الحاجات اللي فيها drink، لان دايما هو في البحث بيربط الاكل بالشرب، فلا انا مش عايز كده. انا عايزك تعمل لي ايه؟ انا عايزك تبحث لي على كل المواقع اللي فيها كلمة، مش كلمة اللي فيها او تخص الايت او الاكل، بس مش شرط تجيب لي معاها درينك. طيب بعد كده بيعمل ايه؟ بيبحث على كل المواقع اللي فيها كلمة درينك مش شرط فيها ايت. وصلت؟ يعني هو يقصد ايه؟ انت عايزك تبحث لي على كل المواقع اللي فيها اكل بس مش شرط يكون فيها شرب، وهنا عايزك تبحث على كل المواقع اللي فيها شرب مش شرط فيها اكل.
تعالوا كده نجرب الكلام ده. جاب لي مثلا درينك، يا اما هيبحث على الاثنين مع بعض، يا اما هيبحث على المواقع اللي فيها ايه، مش شرط فيها درينك، يا اما يبحث على المواقع اللي فيها درينك مش شرط فيها ايت. طيب انا دلوقتي مثلا رحت كتبت مثلا شخصية مشهورة، قلت مثلا عايزين نكتب شخصية كده الكل يعرفها، مثلا زيدان. زيدان واكتب كلمة سايت، فيسبوك. طيب حلو خالص، طالما انا قلت له زيدان سايت فيسبوك كده هيبحث لي على الحاجة اللي انا عايزها، بس فين؟ في موقع فيسبوك. زيدان سايت، طالما كتبت كلمة سايت يبقى كده هيبحث على زيدان كلمة او البحث اللي انا كاتبه، بس فين؟ في موقع فيسبوك. الموقع اللي انا بكتبه هنا بيبحث لي جواه، لان انا كاتب له سايت، سايت يعني موقع. فهنا زيدان سايت فيسبوك معناها ان انت هتبحث لي في موقع فيسبوك عن النتيجة اللي انا كتبتها على زيدان، وهتبحث لي على زيدان فين؟ في موقع فيسبوك. حتى تلاحظ كله فيسبوك اهو، كله فيسبوك. طيب حلو خالص، جيت كتبت مثلا، كتبت هاو تو، رحت عملت العلامة دي، دوست انستول، او كتبت مثلا ويندوز. طيب حلو خالص جدا. طب انا ما كتبتش ويندوز 10 ولا عايز اعمل تثبيت ولا اي حاجة. العلامة اللي انتوا شايفينها دي او النجمة في المنتصف بنعملها لما بنكون ناسيين كلمة معينة، لو بنكون ناسيين كلمة معينة. يعني انا دلوقتي مثلا كتبت هاو تو ورحت عملت النجمة دي ويندوز، طب انا مش فاكر، انا مش فاكر يعني الكلمة، انا فاكرها بالعربي بس مش عارف اكتبها بالانجليزي، او فاكرها بالانجليزي مش عارف اكتبها بالعربي، بس انا ناسيها الكلمة نفسها، ناسيها مش عارف اكتبها ازاي، يا اما ناسيها يا اما مش عارف اكتبها يا اما ناسيها. طب اعمل ايه؟ احط النجمة دي. النجمة دي معناها ان هو في حاجة هنا بس انا نسيتها، فهتلاقي المتصفح نفسه اتعرف على الكلمة، المتصفح نفسه بيحاول يساعدك ان انت تتعرف على الكلمة، وعلامة النجمة دي معناها ان انا في حاجة هنا بس انا نسيت الحاجة دي. تعالوا كده نكتب حاجة اسمها تايم، لو قلت تايم زائد مثلا يو اس اي واقول له انتر، جاب لي الوقت دلوقتي فين؟ في الولايات المتحدة الأمريكية، الساعة 3:30 صباحا بالليل. طب انا دكتور عايز اعرف الوقت في اسوان، هقول تايم زائد، طالما قلت تايم زائد اقول له بعد كده اسوان واقول له انتر، قال لك الساعة 10:30 صباحا، 10:30 صباحا. ولو عايز اعرف توقيت اي حاجة عندي اقول له تايم زائد، واروح اكتب اسم البلد اللي انا بدور عليها. عايز اعرف التوقيت في السعودية، تايم زائد واكتب اسم البلد اللي انا عايز اعرف التوقيت فيها، بيقول لي الساعة 11:30 صباح، تقريبا خلاص داخلين على صلاة الظهر. حلو خالص، لو جيت قلت مثلا كتبت كلمة انفو، انفو معناها انفورميشن،
انفو معناها انفورميشن. طيب ورحت كتبت مثلا www.twitter، كلمة انفو اللي انا كتبتها في الاول معناها انفورميشن، هيبحث لي على كل المعلومات الخاصة بكلمة تويتر، هيبحث لي عن كل المعلومات الخاصة بموقع تويتر اللي عندك اهو. طالما قلت له انفورميشن او انفو، انفو بس، انفو معناها هيدور لك على كل الكلام او كل الحاجات او كل المعلومات اللي انا محتاجها عن موقع تويتر، عن موقع تويتر. طالما قايل له انفو فهكده هيجيب لي كل المعلومات الخاصة بيه تويتر. تويتر ومش شرط تويتر بس، ممكن اي حاجة انا عايز اجيب معلومات كتير عنها. لو جيت قلت له مثلا ميكانيكال انجينيرينج دوت بي دي اف، يعمل ايه؟ هيجيب لي ملفات البي دي اف، البي دي اف الخاصة بالهندسة الميكانيكية. يعني انا دلوقتي انا مش عايزك تبحث لي على كل حاجة، يعني لو كتبت الهندسة الميكانيكية وسبتها كده ما هيبحث على البي دي اف وعلى الوورد وعلى مثلا الصور وعلى الفيديوهات، لا انا عايز البي دي افات بس. فانا بكتب صيغة الحاجة اللي انا بدور عليها واقول له انتر، فاهتم اكتر ان كل المواقع اللي هو بحث لك عليها كلها مواقع بي دي اف اهو، بي دي اف بي دي اف بي دي اف وهكذا. دلوقتي مثلا لو جينا قلنا ميكانيكال انجينيرينج هندسة الميكانيكية، دوست انتر. طيب انا دلوقتي مش عايز ادور في كل المعلومات اللي عندي، عايز ادور على صور القائمة اللي عندك فوق والتابات اللي عندك فوق، هختار منيها صور اهو، فانا بدور على صور بس وعايز احفظ الصور دي على الجهاز عندي، كليك يمين وادور على كلمة اسمها save image as، image يعني صورة، save image as يعني حفظ الصورة بواسطة او كايه. اول ما اضغط عليها اروح اختار مكان الحفظ، هلاقيه هو عامل لي صيغة الجي بي جي، صيغة الجي بي جي، واقول له save او حفظ. طيب طب لو عايز ادور على فيديوهات خاصة باللي انا كتبته في البحث، اقول له فيديو وافتح الفيديوهات اللي انا عايزها. طب لو عايز كتب اقول له كتب، يظهر معايا كل الكتب الخاصة بالهندسة الميكانيكية. عايز اخبار، اختار اخبار زي ما انتم شايفين. المزيد تظهر معاك حاجات اكتر، الخرائط والاموال ورحلات الطيران، فدي الادوات اللي انا بدور عليها. اما الكل بيدور لي في كل حاجة، يعني ايه؟ بيكون ظاهر معايا الصور والفيديوهات والمواقع، بيظهر لك كل ده مرة واحدة. تعالوا كده نتعلم حاجة تاني. جيت مثلا كتبنا مثلا engineering site، رحت كتبت edu، كلمة edu معناها تعليمي. دوس انتر. ايه اللي حصل؟ طالما كتبت انجينيرنج سايت يعني موقع المهندسين وكتبت ايديو، هيبحث لك على ايه؟
المواقع الأكاديمية. يعني ايه المواقع الأكاديمية؟ يعني الخاصة بالبحث العلمي. أنا ممكن على فيسبوك أنزل حاجات علمية كتير، بس البرامج اللي هي التعليمية الخاصة مثلا بالماجستير الدكتوراه البحث العلمي والحاجات دي كلها، بيبحث ليك في المواقع الخاصة بالأكاديميات العربية التعليمية، المواقع التعليمية اللي أنا ممكن أستخدمها في البحث العلمي، المعلومات اللي أنا ممكن أستخدمها في البحث العلمي. طيب حلو خالص. تعالوا كده نرجع تاني، رحت كتبت له مثلا انجليش 101، انجليش 101، واقول له انتر، هيجي يعمل ايه معايا؟ كلمة 101 دي بيظهر معايا الحاجات البيزك، الحاجات الأساسية. طب أنا لو أنا مستواي مبتدئ في الإنجليزي أكتب له إنجليزي أو إنجليش 101، طب لأ متقدم شوية أروح أكتب له إنجليش 102، 102 هيظهر معاك حاجات متقدمة شوية. طيب 103 حاجات متقدمة أكتر، 104 نفس القصة، 104 هتلاقيها معناها ان انا عايز اعلى مستوى في اللغة الانجليزية عندي. اما 101 هيبحث لك على كل حاجة تخص المبتدئين، كل حاجة تخص المبتدئين، كل حاجة تخص المبتدئين. حلو خالص لحد الآن. دلوقتي مثلا انا عايز اغير الايقونات الاساسيه، انا عندي حاجه اسمها البيلت ان وحاجه اسمها السيت اب. سيت اب الحاجات اللي انا بثبتها على الجهاز، اما البيلت ان الحاجات الثابته اللي هي البرامج الاساسيه زي الاله الحاسبه، المفكره، الرسام، دي حاجات بتنزل مع الجهاز فما اقدرش اعزفها. طب انا لو عايز اغير شكل الفولدر ده، كليك يمين عليه واختار بروبرتيز او خصائص، كليك يمين واختار بروبرتيز او خصائص، واروح ادور على حاجه اسمها كاستمايز، كاستمايز، واقول له تشينج ايكون، تغيير الايقونه، واختار الايقونه اللي انا عايزها واقول له اوكي، بعد كده ابلاي. بص ايه اللي حصل، غير الشكل بتاع الايقونه. طب انا عايز ارجعها زي ما كانت، اقول له restore default، restore default يعني اعمل لي استعادة للاصلي او الاساسي. طيب لا انا لما اجي هنا في الزيس بي سي واختار بروبرتيز هيظهر معايا خصائص الجهاز. طب انا عايز اغير شكله، اغيره ازاي؟ كليك يمين على سطح المكتب واختار حاجة اسمها البيرسوناليز، واروح على حاجة اسمها سيمز، واختار حاجة اسمها ديسكتوب ايكون سيتنج، اعدادات ايقونات سطح المكتب. انا عايز اغير شكل ايقونة ايه؟ زيس بي سي، اروح احددها، اروح احددها وهتدور على كلمة اسمها تشينج ايكون، اهو تشينج ايكون، ظهر مع نفس اللي ظهر هناك، واختار الشكل اللي انت عايزه واقول له اوكي مثلا. فهلاقيه اتغير معايا الشكل من بره. طب عايز ارجعه زي ما كان، ريستور ديفولت، استعادة الافتراضي او الاساس، استعادة الافتراضي او الاساس. طيب ده بالنسبة للايقونات الاساسية اللي عندي، الايقونات الاساسية اللي عندي. اتمنى لحد الان تكون الدنيا بسيطة مع الناس.
ده جزء انا ما حبيتش اخلص الدبلوم الا ونكون شارحينه للناس، فبرضه زي ما وعدت ان احنا مش هنطول على الناس، ف يبقى في بس جزء بسيط كده دلوقتي هنخلصه كده، وبعد كده ان شاء الله ننهي يعني كمان كده 10 دقايق وننهي. طيب لو جينا مثلا فتحنا الوورد مع بعض، شيفت زائد ايه تفتكروا بتعمل ايه؟ بتعمل معايا اللي هو الضمة، او عايز اعمل الضمة بتاعتي في الاختصار. شيفت زائد الايه اللي هي الضمة، والشيفت زائد الاكس تعمل معايا السكون. وشيفت زائد كيو بتعمل معايا الفتح، وشيفت زائد ايه بتعمل معايا الكسر. طيب شيفت زائد زال بتعمل معايا اللي هو الشدة. طيب حلو خالص لحد الآن. طيب شيفت مع زد بتعمل معايا اللي هو المادة، مد حلو خالص. شفت احنا بنتكلم على الحاجات اللي هي خاصة بالضمة والسكون والفتحة والكسرة وهكذا. شفت مع، وعندك شفت زائد اس، وعندك شيفت زائد ار، كل واحد فيهم بيعمل حاجة. ايه هو ايه هي؟ شيف دبل بتعمل تنوين فتح، شيفت مع اس بتعمل تنوين كسرة، شيفت مع ار تنوين ضم. طيب عايز امد الحرف، امده ازاي؟ انا كتبت مثلا كمبيوتر وعايز امد ما بين الايه والواو، انا واقف هنا ادوس شيفت مع ت، اهو شيفت مع ت، يا اما شيفت مع جي.
تمديد الحرف. دي بعض التركات اللي احنا المفروض نكون عارفينها. كنترول مع شيفت، كنترول مع شيفت تاني. كنترول شيفت يمين. فدي الحاجات الأساسية اللي هو أغلب الناس بتحتاجها لما بتكتب مثلا لغة عربية فصحى، فلازم أكون عارف الحاجات دي بتتكتب إزاي. أدي الاختصارات كلها: شيفت ورمز، شيفت ورمز، شيفت ورمز. طيب أنا كنت بعت الاختصارات قبل كده، والناس ممكن تركز على الاختصارات دي. شيفت مع يو بيعمل لي فصلة معكوسة، شيفت مع يو فصلة معكوسة، شيفت مع يو فصلة معكوسة. طيب فدي اللي هي التركات اللي احنا بنحاول نشتغل عليها، التركات اللي عندي. حلو خالص. طيب اتمنى ان انا كنت النهارده قدرت افيد الناس. انا برضو مش هتاخر اكتر من كده عشان خاطر الصلاه، على عشان الناس تلحق تصلي. المحاضره كانت بسيطه مش هكبر عليها، ان شاء الله باذن الله تاسك، لان حاجات برضو يعني كانت ناقصانا في اساسيات الكمبيوتر والانترنت، وتعلمنا بعض التركات في موضوع التنوين اللي هو الفتح والضم والكسر وهكذا. فإن شاء الله بإذن الله في محاضرة تانية وأخيرة هتكون برضو في بعض التركات اللي احنا مخدناهاش، وبإذن الله هتكون آخر محاضرة، المحاضرة اللي جاية. ولو كده إن شاء الله بإذن الله هنزل لكم على مفروض على الإكسل المحاضرة اللي فاتت تاسك كده بسيط، تاسك على المعادلات. فمحتاج من الناس بس تراجع على المعادلات كويس، راجع على المعادلات وهعمل لكم تاسك بسيط على المعادلات إن شاء الله. وياريت من هنا للمحاضرة اللي جاية اللي عنده أي سؤال قبل ما ننهي الدبلومة، اللي عنده أي سؤال وعنده حاجة عايزها تتشرح يقول لي عليها عشان أشرحها المحاضرة اللي جاية. يعني حتى لو المحاضرة الجاية خدناها ساعتين ثلاثة مش مشكلة، وهتكون في ميعاد مناسب يعني، بس تقولوا لي كل حاجة أنتم محتاجينها. أنا عايز الواتساب ألاقيه مليان حاجات أنتم عايزينها، رغم إن عارف إن الناس ممكن تقول احنا خدنا كل حاجة. احنا خدنا كل حاجة، بس كل واحد برضو على حسب شغله. في ناس في شغلها يقول لك انا محتاج واحد اتنين تلاتة، فبرضو الناس تشوف ايه اللي محتاجاه بالظبط وتبعته على الجروب، او البشمهندس احمد حسام ممكن ينزل لكم فورم. بس يا ريت الناس كلها تشارك فيه، يا ريت الناس كلها تشارك فيه، عشان لو كده تبقى المحاضرة اللي جاية بيقول لك ختمها ومسك ان شاء الله، انزل لكم او اشرح لكم فيها كل حاجة انتم محتاجينها. الدبلومة إن شاء الله هيبقى ليها جزء تاني هنشرح فيها برضو. إحنا معانا باقي البرامج اللي إحنا اتفقنا عليها هنشرحها، وبرضو هنشرح وورد وباوربوينت وإكسل وأكسس تاني، بس هنشرح حاجات أكتر، حاجات أكتر بكتير من الدبلومة أو أكتر من الجزء الأول، حاجات أدفانسد متقدمة أكتر. يعني هل البرامج دي أنا مهما أشرح فيها هتخلص؟ لأ، البرامج دي فيها تركات كتير، فيها شغل كتير، فإحنا يعتبر شرحنا جزء كبير منه. التركات والحاجات التانية هنشرحها إن شاء الله في الجزء التاني. نكمل البرامج اللي احنا اتفقنا عليها، زائد إن برضه هنشرح أكتر كمان في الوورد والباوربوينت والإكسل والأكسس، رغم إن احنا شرحنا حاجات كتيرة فيه، بس برضه هنتعمق كمان أكتر وأكتر فيه. فربنا يوفقكم إن شاء الله، وأنا بعتذر لو اتأخرت على الناس النهاردة، وبالتوفيق لكم بإذن الله. هجرب معاك كده حاجة بسيطة، عايز اشوف الحل.
انا ضفت صورة بالشكل ده، رحت على فايل، بعد كده سيف اس، واخترت براوس، واخترت نوع الحفظ بي دي اف، ندوس سيف. مستنيه يتحول بي دي اف. انا حولته بي دي اف، الصورة اتضافت معايا، الصورة موجودة معايا. طيب ليه مش موجودة معاك؟ سيف اس، هو بيكون على حسب الاصدار اللي عندك. طيب انا مش عايز اجرب عن طريق سيف اس، هروح على كلمة اسمها اكسبورت. اكسبورت يعني تصدير، اكسبورت، واقول له كرييت بي دي اف. كرييت بي دي اف، يبقى بدل ما احفظ عن طريق سيف از وبراوز واختار نوع الحفظ بي دي اف، اروح على حاجه اسمها اكسبورت او تصدير، واقول له كرييت بي دي اف. انا بعمل تصدير للملف، انا مش عايز احفظه بواسطه، لا انا عايز اعمله تصدير على الجهاز، فاختار كلمه اسمها اكسبورت واجرب كرييت بي دي اف. لو ما عملش ان شاء الله باذن الله هيبقى ليها برضه حل تاني، ليها كذا حل هي، فالناس تجرب الحل ده، ولو اي حد ظهرت معايا مشكله انا معاهم ان شاء الله. عرض الطباعه ما بتظهرش، بيكون ظهر بي دي اف الصوره قبل تحويله بالصفحه اثناء الكتابه. تعمل عرض الطباعة ما بيظهرش، ويكون ظاهر بي دي اف الصور، بيكون ظاهر بي دي اف الصور قبل تحويله بالصفحة أثناء الكتابة. لا أنا معلش يا باشمهندس، فهمنا الجزء التاني عشان مش فاهم. أوفيس 10، لا أوفيس 10 في مشكلة، في مشكلة في أغلب الأجهزة، يا ريت تحمل إصدار أعلى من كده. أوفيس 10 بتظهر بعض المشاكل عند الناس. حاول تجرب تاني برضو عن المشكلة. اكسبورت مش موجودة في 2010، اكسبورت انا شرحتها دلوقتي مش موجودة في 2010، ممكن حضرتك تنزل اصدار اعلى وجربها هتلاقيها عملت معاك. ازاي تحول بي دي اف الى وورد؟ دي بتدخل على جوجل وتكتب بي دي اف كونفيرت وورد، بس في برامج تانية بتكون أفضل بكتير. يعني أنا لو رحت كده هنا قلت بي دي اف تو وورد، أنا هحول من بي دي اف إلى وورد، واختار هنا كونفيرت بي دي اف تو وورد اونلاين فور فري. وفي برنامج ممكن تنزله عندك على التليفون اسمه اي لاف بي دي اف، اي لاف بي دي اف، واروح احدد ملف البي دي اف اللي انا عايزه من هنا، سيلكت بي دي اف فايل، واحدد الملف واقول له اوبن، وبعد كده هروح اختار كلمه اسمها كونفيرت او تحويل. برنامج اسمه اي لاف بي دي اف، ممكن تنزل تطبيق عندك على التليفون اسمه اي لاف بي دي اف، اي لاف بي دي اف اللي حول وورد. شمس محمد، جرب الاوفيس اصدار يكون اعلى من 2010، لان 2010 بتظهر في بعض المشاكل دلوقتي، ولو حصلت اي مشكله انا معاك باذن الله، انا موجود معاكم، ابعتولي وهحل لكم المشكله دي. باشمهندس هنزل لكم فورم كده صغيره، هتكتبوا فيها كل حاجه انتوا عايزينها، كل حاجه انتوا محتاجينها عشان نشرحها المحاضره اللي جايه، نلمها المحاضره اللي جايه، حتى لو هتاخد معايا المحاضره من ساعتين ل3 ساعات ل4 5 ما عنديش مشكله، بس نشرح كل حاجه انتوا محتاجينها. فبالتوفيق لكم باذن الله، شكرا لكم.